تفشي فيروس كورونا تربك حركة جميع وسائل النقل العام في الولايات المتحدة. تم إيقاف حركة النقل العام والخاص الجماعي في المحافظات السورية. وشوارع الجزائر العاصمة على غرار بقية المدن الكبرى شللا عاما. المفروض زي ما بقول احنا مثلا بننقل مليون ركب يوميا في الوقت العادي، المفروض دلوقتي ننقل بقى 600,000 500,000 بالظبط. يعني في حظر يعني وفي مصالح واقفه متوقفه. تفاجئ يا استاذ محمد ان في السكه الحديد تقريبا نفس العدد. لحد النهارده 5/4 ركب المترو لحد الساعه 6 لحد ما انا مشيت من المحطه 900,000 لحد الساعه 6. يعني داخلين على مليون النهارده. يوم الاحد اللي زيه 29/3 اللي فات كان 785,000. اذا الاعداد يا استاذ احمد فيه ازدياد.